يوم ورا يوم حبيبي انا كنت بحلم بيك بعينيه. يوم ورا يوم حبيبي مجانين حبيبي اديني مريم. ايه المفاجاه الجامده دي؟ ده انتي هو انتي ولا انتي مش انتي؟ لان الحاجات دي مبقتش مضمونه يعني اليومين دول. لا انتي تعالي. طب تعالي انا كده وحشاني البرفيوم بتاعتي. اقعدي بس اقعدي. انت مالك مقلقه ليه؟ في ايه؟ في ايه من الله؟ في ايه يا مريم؟ ده انت مراتي وانا جايبك من الشارع. تعالي بس تعالي. الله في ايه؟ ده انا قلت عيلتي اول ما جالك الانذار وقلت معايا المفتاح وعارفه العنوان. وبعدين انا زعلان منك. لا بجد زعلان منك. ايه اللي انت لابساه ده؟ مفيش حته كده شفتي شي حاجه بترتر بتلمع. بيبي دول من اللي موجودين جوه. الله طب انت جايه ليه بقى؟ الو ايه ده؟ انت جاي عشان عايز تطلعي؟ قولي لاختك خليها تجيب الخمسة مليون وانا ارمي عليك يمين الطلاق تاني يوم. على تاني يوم ليه؟ ده انا اطلقك في ساعتها واديك الفيديوهات والشرايط وكل حاجه والصور. بس لغايه ما ده يحصل بقى انت مراتي يا حبيبتي. تعالي بس جوه كده نظبط بعض. طب وحياة امك مفيش خروج من البيت بقى على فكره. لا خفت انا والله. ارمي يا بنتي هبله البتاعه اللي في ايدك دي ارميها.